هذه اللحظات ينطلق الشوط الخامس لسن اللقاية. نتابع وإياكم. المسافة هي 5 كيلومترات. تسعيرة هجن الشحانية هي أيضا مستمرة بأشواطها وبجوائزها القيمة. هذا الشوط جائزة نقدية قيمة للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة هذه الأسماء الباحثة عن الفوز، عن الانتصار، عن نيل الجائزة والتسعيرة. يا سلام يا سلام. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط ونشاهد المركز الأول هنا في هذه اللحظات. من تنطلق شفا على المركز الأول، وعلى المقدمة عبد الله بن مسلم بن سالم الجنيبي على المركز الأول. منطلق شفا على الصدارة، بينما النقلة على المركز الثاني. هناك وصول من مواري محمد بن ناصر بن سعيد العيدة على المركز الثاني مع مواري المركز الثالث. نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث مزون سالم بن محمد بن علي الفالح النابت. يا السلام. على المركز الثالث مع مزون المركز الرابع. نتابع القادمة هناك الذيبة خالد بن حسن بن حمد بن جفال النعيمي على المركز الرابع. المركز الخامس هناك القادمة خيال سالم بن علي النجم المري مع خيال، ولكن أرى اللي تسللت بدورها في هذه اللحظات كريزي. مرحبا بكريزي اللي قادمة راعية العوايد. هذه أيضا تصل لحمد بن علي بن طفلة المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة والخمس المراكز الأولى المنطلقة. نتابع وإياكم هذا الشوط هذه الاندفاعة الصباحية. يا سلام يا سلام. نشاهد نستمتع معكم بكل ما يدور في هذه الأشواط الصباحية، أشواط الإثارة، أشواط المتعة، أشواط التحدي. نتابع هنا المقدمة، هنا الصدارة. شوفوا مواري غيرت بشعار العيدة، بشعار محمد بن ناصر العيدة. يا سلام. منطلقة مواري على الصدارة مندفعة مع المركز الأول، منطلقة بهذا الأداء المتميز المركز الثاني. نتابع القادمة هناك اللي هي شفا على المركز الثاني، ولكن أرى التغيير من كريزي لحمد بن علي بن طفلة المري، غيرت من الجانب الأيمن المركز الثالث. أول ندى لراعية المركز الثالث. القادمة هناك الوارية مبارك بن مادوب بن محمد بن يطبع العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، نشوف اللي على المركز الرابع. نتابع وإياكم أسماء قادمة، شعارات قادمة. شوفوا هنا شعار بن قريع، شعار فران بن عتيق مع الذيبة. فران بن عتيق بن قريع المري يقدم لنا الذيبة في هذا الشوط مع رابع المراكز المركز الخامس. هنا في هذه اللحظات المركز الخامس، شعارك يا ابو شريده مع رمعه صالح بن حمد. ابو شريده المري قادم في هذه اللحظات، ولكن ارى من الجانب الايمن ايضا تحديات اخرى، منافسات مع شعارك يا ايضا عبد الله بن مسلم الجنيبي. لكن نعود الى كريزي غيرت راعية العوايد عندها انجازات في العام الماضي شهدناها، وفي هذا الموسم أيضا شهدناها أيضا في الطائف. ما شاء الله تبارك الله. كريزي حمد بن طفله المري. يا سلام باندفاعة كريزي مع المركز الأول. المركز الثاني مواري محمد بن ناصر بن سعيد العيدة على المركز الثاني، منطلقة في هذه اللحظات. المركز الثالث اللي الذيبة فران بن عتيق بن قريع المري. المركز الرابع، نتابع هناك الوارية مبارك بن مادوب محمد بن يطبع العامري. المركز الخامس هناك رمعة قادمة بشعارك يا ابو شريدة، صالح بن حمد بن صالح ابو شريدة المري. يا سلام. نعود الى المقدمة، نعود الى كريزي باندفاعتها هنا في هذه اللحظات مع اندفاعتها في مقدمة هذا الشوط.
وبانطلاقتها نتابع. يا سلام الله يا كريزي على المركز الأول حمد بن علي بن طفله المري يقدم لنا كريزي تبدع لنا بإبداعاتها الجميلة بشكلها الممتاز ما شاء الله تبارك الله بدأت تزيد من سرعتها أيضا في هذه اللحظات الله ونبي نرسل يا حمد نبي نرسل السلامات إلى علي بن عامر الطفلة يا سلام باندفاعتها في مقدمة هذا الشوط الله يا سلام كريزي وأيضا يبحث عن التوقيت ما شاء الله عليها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا كريزي هذه البطلة التي لا تعرف للهزيمة طريقا يا سلام هنا أيضا تحية لأيضا حمد بن علي بن طفلة وعامر بن علي بن طفلة أيضا على هذا الفوز وهذا الابتعاد الكلي هذه كريزي ومن أيضا ميدان التحدي أيضا السلام والتحية والاحترام مع كريزي راعية العوايد راعية الإنجازات هذه ما شاء الله تبارك الله شوفوا سرعتها شوفوها عند الأوامر تزيد من سرعتها سلام إلى الشاب الصغير علي بن عامر بن طفله المري تحية واحترام وناموس مستحق مع فوز كريزي راعية العوايد بشكلها الممتاز تثير الإعجاب بأداء متميز وفوز بهذا الشوط الثمين تهانينا والناموس على هذا الفوز تهنئة أيضا لحمد بن علي بن طفله المري ولعامر على هذا الناموس المستحق المركز الثاني ذيبة فرام بن عتيق بن قريع المركز الثالث زيارة سالم بن مسعود بن قطامي المركز الرابع مواري محمد بن ناصر العيد المركز الخامس وديمة غالب بن سالم بن سعود آل مطيف تهانينا والناموس على هذا الفوز الله يا كريزي هذه كريزي راعية العوايد راعية النهاية اللي ما شاء الله عليها أدت أداء متميز وأعطت الفوز والناموس إلى طفلها الكرام من قدموا لنا كريزي حمد بن علي بن عامر بن طفله المري تهانينا على هذا الفوز والانتصار 7:40 14 جزء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت الذيبة أيضا وساعة وصول الذيبة إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس هنا في هذه اللحظات وساعة وصولها 7:51:32 جزء من الثانية تهانينا الفرام بن عتيق بن قريع المركز الثالث وصلت هنا زيارة 7:51:37 جزء من الثانية تهانينا لسالم بن مسعود بن قطامي المري تهانينا والناموس لعلي بن عامر الطفلة على هذا الفوز المستحق على فوز كريزي في هذا الشوط هنا